أحبائي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي. إذا أحبائي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة جديدة، حصة قراءة حرف الهمزة أو أتعرف وأكتشف حرف الهمزة اللي هو هذا. إذا هذا هو حرف الهمزة، حرف الهمزة. جيد. إذا الصفحة 85، مجال الحي والدوار، وحدة الرابعة، الأسبوع 19. قبل ما نبدأ الحصة ديالنا، ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي اشترك، وكذلك أيضا خليوا لي جيم أو لايك أو إعجاب لهذا الفيديو هذا. ومن طبيعة الحال اللي اشترك عندي فمرحبا به وشكرا جزيلا، على بركة الله. غادي نبداو الحصة ديال اليوم. إذا قلنا أكتشف وأتعرف على حرف الهمزة أ، حرف الهمزة أ. جيد. السؤال الأول، التمرين الأول، أرفع يدي إذا سمعت الصوت أ. أرفع يدي إذا سمعت الصوت همزة أو أ أو إي أو أو. إذن هو حرف همزة. ما هذا أو ما هذه؟ هذه هرة أو قطة. هذه هرة أو قطة. اكتبوا هرة. هذه هي هرة. هذه هرة. هل سمعتم الصوت الهمزة؟ لا، هي را تن. ما سمعناش لا أ لا إي لا أو، هذو هما الحرف الهمزة. هرة. إذا لم أسمع صوت الهمزة وبذلك لن أرفع يدي، لن أرفع يدي. جيد. الصورة الثانية، ما هذا؟ هذا فأر. فأر، اكتبوها فأر. هذا فأر. هذا فأر. هذا فأر. هل سمعتم صوت الهمزة؟ فأ. فأر. نعم، فأر. سمعنا صوت الهمزة. إذا سوف أرفع يدي، سوف أرفع يدي. جيد. ما هذا؟ هذا أرنب. أرنب، اكتبوها أر. أر ن ب. هذا أرنب. هذا أرنب. هل سمعتم صوت الهمزة؟ أ. أر. أر ن ب. نعم، أ. أ أرنب. أرنب. إذا سوف أرفع يدي لأنني سمعت صوت الهمزة. جيد. ننتقل إلى التمرين الموالي. أقرأ وأتعرف أشكال حرف الهمزة. أقرأ وأتعرف أشكال حرف الهمزة. هنا في التمرين هذا سوف نتعرف على أشكال حرف الهمزة، أي كيف تكتب الهمزة في أول الكلمة، وكيف تكتب الهمزة في وسط الكلمة، وكيف تكتب الهمزة في آخر الكلمة. جيد. إذا نبدأ الآن بالحرف في أول الكلمة. الكلمة الأولى أريكة. 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 لاحظوا معي شكل حرف الهمزة أ. أريكة. الكلمة الموالية إي ناء. إي ناء. لاحظوا شكل همزة، هنا لدينا همزة على الألف، وهنا لدينا همزة تحت الألف. الهمزة فوق الألف ثم الهمزة تحت الألف. جيد. نقول تكتب الهمزة في أول الكلمة بهذا الشكل أو بهذا الشكل. تكتب الهمزة في أول الكلمة بهذا الشكل أو بهذا الشكل. جيد. ننتقل الآن إلى الحرف في وسط الكلمة. الكلمة الأولى مئذنة. 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 لاحظوا معي شكل حرف الهمزة، هنا تكتب على الياء. لاحظوا معي شكل حرف الهمزة. الكلمة الموالية مائدة.
مائدة مائدة. لاحظوا معي شكل حرف الهمزة، كذلك أيضا تكتب على الياء لكن مختلفة عن الكلمة الأولى. نقول إذا تكتب حرف أو يكتب حرف الهمزة في وسط الكلمة بهذا الشكل أو بهذا الشكل. يكتب حرف الهمزة في وسط الكلمة بهذا الشكل أو بهذا الشكل. ننتقل الآن إلى الحرف في آخر الكلمة. الكلمة الأولى لدينا مرفأٌ، مرفأٌ ومكان تواجد السفن والبواخر والزوارق، المرفأ. جيد، إذا مرفأٌ، مرفأٌ. لاحظوا معي شكل حرف الهمزة في آخر الكلمة، تكتب هنا على الألف. جيد، كلمة الموالية سماءٌ، سماءٌ، سماءٌ. ولاحظوا معي شكل حرف الهمزة، هنا كتبت على السطر، لم تكتب لا على الياء ولا على الألف بل على السطر. جيد، نقول إذن تكتب حرف الهمزة في آخر الكلمة بهذا الشكل أو بهذا الشكل. جيد جدا، الآن ننتقل إلى التمرين الموالي. إذن السؤال يقول أجزئ كل كلمة إلى مقاطع كما في المثال. المطلوب منا هو أن نجزئ هذه الكلمات إلى مقاطع كما في المثال. إذا المثال هو أذن، أذن. إذا جزأناه وحصلنا على أو ذو نن، أو ذو نن. جيد، لدينا كلمة موالية إمام، إمام. إذا إذا جزأناها سوف نحصل على إي ما مون. اكتبوها اي هذا الشكل، ما مون، اي ما مون. ثم كلمة اسد، اسد. اذا جزأناها سوف نحصل على كلمة على مقاطع ا سا دن. اكتبوها ثم س ثم دن، أ س دن. جيد، لدينا كلمة دا في أن، دا في أن. جيد، إذا جزأناها سوف نحصل على كلمة على مقاطع دا في أن بهذا الشكل، دا ثم في ثم أن، همزة على الألف بالتنوين، أن. جيد، دا في أن. أحسنتم أحبائي الصغار، بهكذا نكون وصلنا الحصة ديال اليوم. نتلقى إن شاء الله في الحصة المجية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.